معكم مستمعينا الأفضل على بركة الله. أولى فقراتنا الصباحية فقرة حروف الزين لهذا الأسبوع قضينا مع الخبير في الشعر والحلاقة قيس تيمومي، عطانا بزاف ديال النصائح حول صبغة الشعر قصة الشعر، كذلك شنو الألوان الجديدة، والبارح جاب لينا معاه جوجب البارح عطانا واحد المثال من لي كوافير مين كياخذوا كيستوحيو دوك الألوان ديالهم على حسب الموضة وعلى حسب السنة كياخذوا من الطبيعة، وخدينا معلومات كثيرة كذلك حول الكيراتين حول البوتوكس الكافيار. اليوم باقي نستمر معاه لكن هذه المره على كثافه الشعر، بزاف ديال الناس كيبغوا الفوليوم الشعر، غادي نتعرفوا على شنو النصائح. معك قيس تيمومي صباح الخير. صباح الخير ليك ولجميع المستمعات، مرحبا بك معنا وشكرا لك على هذا الاسبوع اللي قضينا معك مفيد قيس، شكرا جزيلا. الحمد لله، نتمنى نكونوا كاع النساء استفدوا من هذا الاسبوع. يعني حيت كان يعني كنا تنحاولوا نعطيو بزاف ديال المعلومات باش يجيو ديجا هما عارفين على جايين لصالون الكوافير. نعم، اذا سي تيمومي بزاف ديال السيدات ولاو كيعانيو من هذا المشكل ديال تساقط الشعر، ومن بعد واخا اللي بدا كيعالجو المشكل انه بقى ضعيف، واخا ما بقاش داك المشكل تحد من تساقط الشعر، وانما كتبغي دائما السيده انه يكون عندها لو فوليوم في الشعر، بحكم ان كاين اللي داروا لا كيراتين من بعد ولا لهم شويه ديال الشعر واخا انه ليس، ولكن كتبغي داك لو فوليوم. دابا هاد الاسبوع كامل مشينا في لاكيغاتين ونسينا واحد الفئه ديال النساء اللي كيبغيوهم اللي هما تيقلبوا على الفوليوم. يعني عطينا حيز كبير للناس اللي بغاو الليساج، ودابا نعطيو واحد الحيز كبير للناس اللي شعرهم خاصو فوليوم. نعم، اذا كاين شحال هذه كانت في المغرب ولكن كان عندها واحد العواقب هي لا بيرمانونت. لا بيرمانونت كانت شحال هادي تتنشف في الزغبه وما خاصها تعطيك هذاك التخريص اللي خاصها تعطي، ولكن الزغبه تتنشف. يعني هذيك لي بوك اللي تيعطي هاد لا بيرمانونت كانت الزغبه تتنشف، الزغبه تنشف وكان تيكون تساقط. دابا اللي كاين دابا هو لا بيرمانونت فيجيتال. نعم، ديجيتال. لا بيرمانونت ديجيتال يعني بحال دابا زاد هذيك لا بيرمانونت نيت اللي كانت زادوا عليها مكونات ديال لا كيراتين. نعم، يعني ماشي الليس ولكن المكونات بحال الكافيار بحال المواد المغذيه كامله زادوها على هذا المنتوج باش ممكن باش ممكن السيده تاخذ هذاك لي بوك اللي بغات وهذاك الفوليوم اللي بغات وتبقى هذيك النعومه ديال الزغبه، ما تبانش لك الزغبه راهي بوكل ولكن ناشفه وما ما 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 ماشي في المنظره ماشي جميله. دابا هاد الصيحه اللي كاينه دابا ان شاء الله نشوفوها اما قريب بزاف ويستمتعوا بها النساء المغربيات اللي مواكبين هذا الشيء وتيسولوا على هذا الشيء. يعني لقاو لهم الحل. نعم، الحل اللي هو اللي قلت دابا هو لا بيرمانونت ديجيتال. شحال هذه كانت لا بيرمانونت باش نعرف بالتعريف ديال هاد لا بيرمانونت ديجيتال؟ شحال هذه لا بيرمانونت نورمال كانت تدار وتدار بالكاسك. يعني ضروري خصها لا شالو ضروري. دابا تدار بلا ماشين، يعني كلها بيغودي، يعني حيت واحد الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه عندها لي بيغودي كل بيغوديه وتدخل في هذيك لا ماشين، وهذيك لا ماشين هي اللي تخدم عاود هذاك الكاسك. ماشي كل غادخل في ذاك الكاسك ما بقاش هذاك الكاسك وهذاك الشيء، يعني صافي سال العهد ديالو. وهنا لا بيرمانونت عاوتاني ملي هاديرها السيده نصائح ديالها خاصين حتى هي، يعني ما تتعاودش. باش زعما تبقى لها هذيك النتيجه زوينه خاصها تتبع واحد النصائح. ولكن وهي في حد ذاتها ما تتعاودش، يعني ما يمكنش تبغي تتعاود تشتلها عاوتاني تبغي ديرها لا مره واحده. لا حيت هي تتبقى في لابون دو بوان دو لاغاسي تتبقى، يعني تتبقى عندها مده طويله، يعني لا بيرمانونت يعني هي دائمه تقريبا. ولكن تتبقى في لاغاسي اللي تيطلعوا هذيك لاغاسي اللي تيطلعوا الكوافور تيصاوبهم بوحدهم. نعم، يعني عنده واحد الطرق تقنيه اللي هو تيقدر باش ما يوصلش باش ما تاذاش الزغبه. نعم، باش ما يوصلش ديجا البلايص اللي باقي فيهم. وحاجه اخرى، يعني السيده اللي ان شاء الله هتعولها دير هاد التقنيه خاصها دير ضروري بريكوب. يعني علاش؟ حيت
في هذيك الجماليه ديال هذيك الويف. نعم. يعني خاص يكون مديغالي بمعنى ما يجيش فوطو الواحد ما يجيش فوطو هذيك خاص ضروري تحيد ديجا هذيك جوج سنتيم تتبقى عايبه. ما في لا بيرمانون تتبقى ماشي هي ديجا هي خاصها تقطع ومنها تكون ديك غادي تعطي واحد واحد الجماليه اللي هي جميله اللي هي جميله. و فوالا يعني حتى المده ديالها الناس دابا شنو الناس اللي شعرهم دابا رطب وهذاك الشيء وميدام ما عيات من البغوشينغ والبغوشينغ ما تيبقاش ليها ما تيبقاش ليها مده طويله. بمعنى كان دابا كانوا حلول كثيره بالنسبه للسيدات اللي عندهم الشعر قوي وخشين لقينا لهم كاين الحل دابا بقاو هذوك هذوك عندهم لامبيرمانونت هذوك عندهم لامبيرمانونت بقى كان المشكل ديال السيده اللي شعيرها رطب وكيتدم ليها بالزربه اذا هذا كاين الحل العاوي ما خليناكش المراه المغربيه حرام من جهه استاذ تبارك الله عليك. اذا هذه اخر تقنيه هذه اخر هي كما اسبق لي قلت لك كانت غير كانت المراه لا المغربيه لا العالميه يعني كانوا كانت في عندها واحد العواقب حتى هي بحال خايبه ولكن التطورات اللي كاينه اللي كانت دابا مزيان يعني وتحيه للمراه المغربيه شي هي مواكبه وتتسول هادشي حنا راه كون ما هي ما تتسولش حنا ما نبحتوش. اي انت انتم دائما كتبقاو مع البحث باش دائما ضروري ضروري خاصك ترضي كل شيء يعني كل زبونه وكل نعم الشعر ديالها خاصك تعطيها اللي تتقلب عليه ضروري ما تحرمهاش. تبارك الله عليك سيتي مومي. كاين معنا سؤال في الواتساب كان جانا بالامس من عند دنيا من الدار البيضاء ما قدناش الوقت ان نجاوبوها. كتسول على كانت دايره لي زيكستونسيون بلي كليبس دوك البليسات اللي كانت كتشد فيهم لي كليبس بقاو ليها في فراغ بحال هكا واش غادي ينوضوا ليها من بعد او شنو. وكذلك سولت على واش كاينه تقنيه جديده من غير لي كليبس. كاين بزاف ديال الطرق بزاف بزاف ديال الطرق بزاف ديال الطرق غير انا تنفضل تنفضل الكليبس اللي زوين فيهم تقدري تريحي الزربه ديالك. انا تنهضروا نيشان يعني الواحد تيحيدو تيريح يقدر يدير سوان يقدر يدير بزاف د الحوايج. بالنسبه للطرق الاخرى هي زوينه ولكن رجعوا حتى هي خاصه واحد العنايه اللي هي بزاف وخاصه تعاود. نعم. يعني ما تبقاش ماشي ما يمكنش حيت الطرق اللي زوينه فيها اللي جديده ولا تقدر تحيد الزربه. نعم. وما تضيعش في هذيك الزربه اللي انت شريتي. نعم. تعاودها. يعني المرأة المغربية إلا خلاتها في شعرها مدة ديال سيموا ولا هادي الشعر تيولي واحد تيجيو لنا شي حالات يعني اللي بزاف بصح بيه أنا ما خاصش مدة طويلة ولا العام كامل ما يمكنش على طول السنة كتبقى حاجة وسط تقنية جديدة دابا يعني تتحيدو ما تضيعش فيه ترتيح الزربة ديالك شوية ممكن ديك الساعة تعاود تركبو ممكن ديك الساعة عاوتاني تمشي عند الكوافور ديالك ديما لونتروتيان في أي حاجة الاستمرارية مع هذيك الكوافور ديالك تيعطيك بزاف د الحلول وما تضيعش ديما تيقلب هو الربح راه كاين كاين وكاين تيقلب حتى الربح ديال لا كليون تكون مرتاحة وما تحسش براسها بلا تضيع في الامكانيات الماديه. ولكن مقارنه مع شحال هذه راه كانوا دوك لي زيكستونسيون اللي كتركب مثلا وحده بوحده بحال لا هذوك كاع ربما كانوا كيضروا الشعر اكثر. اكثر اي حاجه اي حاجه عندها العواقب ديالها وعندها الامتيازات ديالها. نعم. وكل حاجه تخرج جديده عندها الامتيازات ديالها بحال دابا هذو اللي قلت لك جداد بحال شنو نقول لك راه واخا جبت الموديل ديالهم البارح وما ردينا ما حيت ما كاينش الوقت على ذاك الوقت باش نشرحهم اكثر باش نشرحهم اكثر هذوك خصهم حيز من شي حلقه ان شاء الله تكون ديالهم حيت يعني عندهم الناس محتاجين لهم يعني دابا المراه ما بقاش شحال هذه كان واحد الفئه معينه تدير الشعر دابا ولا بحال انا بحال الماكياج ربما بحال بيجو بحال بيجو غادي لواحد العرس خصك بيجو ديال شعرك هو هذاك الشعر كاين المناسبه مشى عند الكوافور ديالي يعني بحال بيجو هكذا. نعم سميرة من سلاتة هي سولت البارح على سؤال بزاف ديال الاسئله خلاص في الواتساب وانما ما كيقدش الوقت كنخليهم دائما اليوم الجمعه. سولت على انها كانت كدير زيوت لشعرها وكان الشعر ديالها صبغاه بالحمر من دارت زيوت بحال ولا كيمشي ليها كيميل ليها لورونج واش زعما عنده علاقه الزيوت مع لا 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 هو ديجا هو ديجا هاد لاكولور في هاد المشكل ماشي في هاد المشكل حيت هو ما تيبقاش اصلا نو حتى هو خاصو لي ماسك ولي لي ماسك سيرتو لي ماسك كاين لي ماسك
ديالهم. نعم. يعني حتى الشامبوان اللي كنشوفوا داك الرايد شامبوان شامبوان احمر ممكن. اه يعني ولكن الماسك الماسك كثر حيت الشامبوان تديرو تتغسلو خصو يتغسل الماسك تيبقى هذاك لو طون دو بوز ديالو تيعاون بحال البارح هضرنا على الغاليفاج كولور منهم هذا الماسك هذا تيقدر يدير هذاك الغاليفاج كولور ديال هذا لي كولور هذا بحال دابا الروج ولا فيولي ولا هذه اللي تيمشيو دغيا كاين هذا الماسك تيحلوا هذا المشكل هذا يعني الا كانت السيده هذا هو اللون ديالها يعني خاصها تتبع هذه النصيحه تاخذ ماسك ديالها الزيوت ما عندهمش علاقه بمعنى دير الزيوت وكذا تستعمل بلاكس الحوايج ولكن الزيوت الزيوت ماشي غير سميت الزيوت ماشي دوك اللي غنخلطوا فوالا يعني تسول على راسك انتم كاخو براء كتنصحوا بان السيده ضروري دير دوك لي باندويل افون زعما ان بروشين اي حاجه طبيعيه ما عندناش فيها مشكل غير هي تكون مستوى ما تكون شي حاجه غير راه شريت الزيت وصافي يعني عرفوها ديالك الجوده الجوده صافي تسني الجوده دير ماشي مشكل ما عندها شي تاثير ماشي مزيان. نعم سؤال اخر من عندنا ديال من جديده كتسول على عندها بتيت كوب دايره بحال الكوب كارسون واش ممكن دير لي زيكستونسيون؟ اه بروبليم هذاك حيت دابا الشعر قطعات الهديه وندمات هذاك الفوليم اللي تيكون هو اللي تيغطي هذيك الكليبس ولا شي حاجه الا ما كانش هذاك الفوليم فينا ما تيبان صح هو هاد جدادين واخا ما عندهاش ما صراحه هذا تيكون فينا يتخبى مثلا يهبط غير شويه من شويه بعدا يلقى هذيك 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 فين تخبى يعني هذيك الزغبه اللي تزادت تلقى شي حوايج اللي تخبيها ما تبانش بلا راه. نعم سؤال اخر ما عنديش سميه وما عنديش المدينه كذلك ولكن نسولو ربما تكون في الاستماع لنا السيده اللي سولت على انها دارت البوتوكس وقل ليها الفوليوم ديال الشعر من بعد بغات ترد غير الفوليوم واش ما يمكنش واش شنو بالضبط؟ دارت البوتوكس دارت البوتوكس مشي لها الفوليوم كاريمون من الشعر بحال اللي دابا راه هذه الكلمه ديال البوتوكس فيها مشكل. نعم دابا البوتوكس تجي عندك السيده باغا هذاك البوتوكس هو اللي يدير لها الفوليوم ياك هي الا مشات على بوتوكس الاس يدير لها الفوليوم وحيد لها الفوليوم. نعم مشات وقالت الكوافور دير لي احسن سوا عندك وعطاها هذاك البوتوكس راه مزيان يعني على حسب البوتوكس فيه مثلا كيفاش غادي يخدموا واش باغيه هي الفوليوم شنو باغيه هي الفوليوم اللي باغا حيت الا كانت هي باغيه الفوليوم يدير لها غير بروشين ما يديرش لها ليسور يدير لها برودوي بروشين غتبان الزغبه ناعمه ولكن يحافظ على هذاك الفوليوم اللي عندها. نعم فهمتي يعني هو ما جامي شي حاجه دير لها الفوليوم صار من غير هادشي اللي هضرنا فيه اليوم هو ديال لا بيرمانونت. نعم هذاك هو اللي تيدير الفوليوم. نعم يعني كاين دابا ممكن تعتق بها غافو. نعم. يعني ممكن لا بغات تقلب على هذه الحصه ديال اليوم هذه الحلقه ديال اليوم تكون فايده غادي تفيدها بالنسبه لها. تبارك الله عليك سي قيستي مومي مشكور على تواصلك معنا وعلى نصائح هذا الاسبوع هذا ان شاء الله نلتقوا بك في حلقه مقبله وتكون ونتمنوا نكونوا لا دائما ونتمنوا نكونوا خفاف الظل عليكم ونكونوا وصلنا ماكسيموم ديال المعلومه اللي بصح على ود الجميع. تبغي رساله توجهها للمستمعات دائما تبقى محافظه على الرساله. الرساله هي هي الثقة هي الثقة أول حاجة هي الثقة الثقة في الكوافور ضروري يعني الثقة في الكوافور ضروري يعني ما يمكنش ما تثقش في الكوافور ديالها. نعم تبقى دائما وتبقى دائما مواكبة شنو كاين خليها دائما تحية كبيرة للمرأة المغربية اللي دائما كتسهر على الجمال ديالها. مشكور على تواصلك معنا سي قيستي. حاجة هي الأخيرة يعني اللي عنيت بالمواكبة مع الكوافور ديالها عافاكم ما تبقاوش تبدلوا الكوافور ديالكم يعني تيكون ولف معاك واحد الطريقه. نعم وتتجي وتديري تمشي عند واحد اخر يبدا معاك من الاول عاد من بعد ترجع وتتبقى صعيب يعني واحد تثقي فيه واستمري معاه وتنجحي معاه. تبارك الله عليك سي قيستي مومي مشكور على تواصلك معنا. بعد قليل مستمعينا الافاضل خليكم معنا فقرة